بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. قديس يوسف الرجل البار الذي اختاره الرب يكون حارس لسر تجسد الإلهي، ودعو يا أب للمسيح بالمجد، وهو مش أبوه، احتمل الرحلة الشاقة وهو راجل كبير في السن. التاريخ بيقول انه في الوقت ده كان فوق 80 سنة. تعلم من البداية انه لا يتحرك الا بحسب القصد الالهي. ايام الحمل ظهر لي الملاك وقال له ما تخافش، دي على غير الطبيعة البشرية حبلى من الروح القدس بمخلص العالم. وبعد ميلاد الرب هو كان رفيق للرحلة في كل ثانية، لكنه كان راجل صامت قليل الكلام. فلما كانت الخطة من هيرودس انه يقتل الاطفال، ظهر لي ملاك وقال له قوم خد العذراء والطفل وذهب الى ارض مصر، خليك هناك لغاية لما اقول لك. بقى في مصر المؤرخين بيقولوا حوالي 3 سنين او اكثر، لم يتحرك إلا برؤية وإعلان من مكان لمكان لمكان لغاية أسيوط. الرحلة الكبيرة أوي دي المرسومة محطات كده. بعدين أوحي إليه في حلم ارجع، فرجع وخاف إنه يرجع لنفس المكان لأن هيرودس كان مات وابنه بيملك، ولكن داخله الخوف أن الولد يبقى زي أبوه. ولكن لم يتحرك يوسف إلا بحلم أوامر جاية من السماء، الروح خد روح الناصرة اسكن هناك. الخلاصة أني إذا كان إنسان، أنا طبعا دلوقتي مسيحيين وكلنا متحدين بالمسيح وروح الله ساكن فينا وبنتناول جسد المسيح ودمه، لكن بسأل احنا عايشين ازاي؟ عايشين كل واحد بمزاجه بإرادته بتدبيره. وقلما يوجد إنسان خاضع لتدبير الله في حياته. ليه؟ لأن لينا رغبات كثيرة، كل واحد عاوز حاجة، كل واحد نفسه في وضع، في وظيفة، في ملكية، في شهوات كثيرة في النفس. لكن قلما يوجد إنسان يسلم المشيئة لله ويطلب أن ربنا يقود خطواته، يقول أنا ما اتحركش إلا لما ربنا يقول لي. وللناس ديت صوت ربنا بيبقى مسموع جدا،
اللي سلموا أمورهم تسليم مطلق لله، صوت ربنا بيكون مسموع جدا في الداخل في القلب، ومشيئة الله وتدبيره غير تدبير الناس. كما علت السماء عن الأرض، علت أفكار الله عن أفكار الناس. شوف السماء فين والأرض فين، أفكار ربنا عالية قوي. طب هيرودس عاوز يقتل الطفل يسوع، هو مين هيرودس ده؟ إنسان يعني خاطي كثير الخطايا، تافه في نظر التاريخ، فكم وكم في نظر الله. إيه يعني هيرودس عاوز يقتل الطفل؟ ما يموت هيرودس. طب يعني دي كتير على ربنا؟ لا لا لا، ده هيرودس ده في نفس، لما يتسحب منه النفس يموت زي أي بشر يعني. قال لا، ربنا مش عاوز كده. ما أسهل حلول الناس. طب ده عاوز يقتل الطفل، ربنا له خطة مختلفة. ايه خطة ربنا؟ قال ايه؟ يهرب. طب الهروب ده مش ضعف يعني؟ قال هو عاوز الضعف ده، لأنه مكتوب ضعف الله أقوى من الناس. دايما الواحد يبقى فيه جواه كده الحتة البشرية ديت، إنه يلاقي الحل اللي يرضي نفسه. وعاوز يقتل الطفل؟ لا، نقتله، ربنا ينتقم منه. بس ده مش ربنا، دي تخيلات الناس من جهة الله، لكن الله له تدبير تاني. ازاي يغلب هيرودس ده؟ قال يهرب. قديس بولس الرسول وصى تيمساوس تلميذه، تيمساوس ده قديس مختار من الله، تلميذ بولس الرسول، فقال له يا تيمساوس الشهوات الشبابية اهرب منها. لدرجة القديس، بس ده منهج، دي خطة. ما ممكن يكون قوي جدا ويهموش الشهوات الشبابية دي، وإيه يعني والناس وإيه اللي بيقولوا عليه النجاسات الزنا البتاع. لا لا لا، رجل قوي. قال لا لا لا، اهرب. فبقى الخطة اللي تيجي من ربنا للإنسان حتى لو يظهر فيها الضعف، لا، دي منتهى القوة. والإنسان اللي بيسلم تدبيره وحياته وأموره لربنا، ربنا يمشيه خطوة خطوة. قوم خد الصبي اهرب لمصر، حاضر، خليك هناك لغاية لما أقول لك، حاضر، قوم ارجع مصر، حاضر. خاف، قال له طب روح اسكن في الناصرة، عشان مكتوب في الأنبياء إنه يدعى ناصريا، والناصرة دي بلد حقيرة ضعيفة جدا، ما يطلعش منها حاجة حلوة. بس إيه؟ طب ما يبقى سمعتنا هتبقى وحشة. قال لا، ده مكتوب كده إن هو اسمه يسوع الناصري. طب من الناصرة دي يخرج شيء صالح؟ قال أنا أوريك، يخرج إله الصلاح نفسه. الطاعة في الحياة الروحية جميلة، جميلة جدا. امبارح كنت بنقرأ في أقوال الآباء، واحد من الآباء الكبار اسمه القديس بيمن، قولوا ثلاثة من كبار النساك ياخدوا بركته وياخدوا نصيحة.
فقال لهم تدبيركم ايه؟ بتعملوا ايه؟ دول كبار قوي يعني. واحد كان يعني استاذ في النسك والعباده والاصوام وضبط الشهوات والنفس، قال له انا بعمل كذا كذا. الثاني كان كثير المحبه وخدمه الاخرين. والثالث قال له ايه؟ قال له انا بقى لي 23 سنه خاضع لابويا، ما عملش حاجه، ما بيعملش ارادته. فالقديس انبا فيمن قال لهم ايه؟ نمره ثلاثه ده احسنكم. ليه؟ لانه قطع المشيئه، مش ماشي بكيفه. قال لا، اخلى ذاته المسيح بيقوله. يعني ايه اخلى ذاته؟ الواحد ما عادش له غرض او مشيئه او اراده او تخطيط. امال مين اللي بيمشيه؟ قال لا، ابوه. طب هو كده يعني عمل حاجه كبيره قوي؟ قال اه، عمل حاجه كبيره جدا جدا جدا. دي بتبان قوي مبداها، يعني ايه؟ اخضاع الانسان مشيئته لله. يقول لك انا مش عاوز امشي برايي، انا عاوز ربنا يمسك ايدي ويقودني. طب وهي دي ممكنه؟ انا ممكنه جدا. انا مش عاوز اتحرك من مكان لمكان الا بيه. مكتوب به نحيا ونتحرك ونوجد. فلما تبقى الصله بالله زي القصه بتاعت هروب المسيح لمصر دي، لما الصله دي تدخل العمق الحقيقي، الواحد يبقى ليه صلة بربنا حقيقية، هتلاقيه بيتحرك بربنا. طب أكتر من كده، بيتكلم بربنا. إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله. للدرجة دي أصدقني. لكن لو الإنسان داخل في الروتين، أنا مش بقول لك مش بنيجي الكنيسة، لكن أقول لي الصلة الداخلية القلبية في الإنسان الجواني، صلتك بيه إيه؟ إذا كانت الصلة دي توصل للمستوى اللي فيها الإنسان يحيا بالله مش بنفسه، ويبقى ليه فكر المسيح مش فكر نفسه، بص تلاقي الحياة سلسة جدا، وهو مش عايل هم. ليه؟ لأن ربنا بيقوده من حتة لحتة، ويستخدمه من مكان لمكان، ويظهر بمجده وإرادته ولو بالضعف. اهرب. طب بس الهروب ده يعني جبن ضعف؟ قال لا، بس دي خطتي. في المزمور مكتوب سلم للرب طريقك، سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري بحق. خلي حياتك في ايده، ما تخافش عليه، حتى لو مشاك في طريق الضعف او الهروب من الخطايا او انك انت تصير الاقل الاضعف زي بعض، او مشاك في دروب الاتضاع. طب الناس كلها كويسة وكبيرة وجامدة، سنة غلبان. فالطريق اللي ماشيك فيه بحسب تدبيره الإلهي وحسب الأوامر السماوية والرؤى اللي جاية من الله، اعلم إن طريق خلاصك الطريق اللي رسمه ربنا ليك للخلاص، للحياة الأبدية، لربنا المجد الدائم.